السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. خبر صادم: هند الزيادي تتعرض للتحرش من طرف إعلامي مغربي شهير. مفاجأة جديدة تجمع بين زكريا الغافولي ودنيا بوتازوت. الغاني ساليس الذي كاد يتسبب لحكيمي في إنهاء مشواره الكروي يفاجئ الأخير برسالة مؤثرة. في أول رد لها بعد نقل أشرف حكيمي ممتلكاته لوالدته، هبة عبوك تخرج بتدوينة حزينة. صدمة كبيرة للوزير وهبي: الأمانة العامة، الحكومة ترفض عدة مواد في مشروع القانون الجنائي الذي أعده. كشفت الفنانة المغربية هند الزيادي أنها تعرضت للتحرش من قبل إعلامي مغربي شهير، وأكدت الزيادي في لقائها مع الإعلامي المغربي رشيد العلالي في برنامجه رشيد شو أنها تعرضت للتحرش من قبل إعلامي مغربي شهير أثناء حلولها ضيفة في برنامجها. وقالت الزيادي أن الإعلامي تحرش بها لفظيا قبل بداية تصوير الحلقة معه، وهو تصرف الذي أزعجها كثيرا. هذا وصرحت الأخيرة أنها واجهت الإعلامي المذكور بما فعله فور عودتها لمنزلها. حلت الفنانة المغربية دنيا بوتازوت ضيفة على بيت الفنان زكريا الغافولي يوم السبت الماضي، حسب ما أعلن عنه الأخير عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وعمد زكريا الغافولي على تقاسم صورة جمعته ببوتازوت كشفت من خلالها تحذيرهما لمفاجأة جديدة، وذلك عبر خاصية التعليقات التي جاء فيها: نورتيني أختي الفنانة الغالية دنيا بوتازوت، ألف مبروك نجاح المكتوب وتألقك وإتقانك للدور، وانتظرونا في مفاجأة كبيرة بعيد الفطر السعيد. الجدير بالذكر أن دنيا بوتازوت قد سبق لها أن شاركت زكريا الغافولي في كليب أغنية شوف الزمان التي كان قد أصدرها في عيد الفطر عام 2021 عبر قناته الخاصة على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب. من جهة أخرى، تشارك بوتازوت هذا الموسم الرمضاني في بطولة الجزء الثاني من مسلسل المكتوب، كما شاركت أيضا في السلسلة الفكاهية الكنينات إلى جانب الفنان محمد الجم، راوية، جميل الهوني، يحيى الفندي، أنس الحمدوشي وآخرون. بعدما كاد أن يتسبب له في إصابة خطيرة بتدخل عنيف قد ينهي مسيرته الكروية، خرج الغاني ساليس عبد الصمد لاعب خط وسط نادي لانس الفرنسي عن صمته ليقدم اعتذارا رسميا للدولي المغربي أشرف حكيمي. ونشر ساليس تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: أعتذر لمن خاب أمله فيا، ولأشرف حكيمي لم تكن لدي نوايا سيئة وأنا آسف حقا لذلك، كما أعتذر لجميع جماهير لانسا. وعاد حكيمي تغريدة ساليس وقال: هذه أشياء تحدث في كرة القدم، حظا سعيدا لبقية الموسم. وكان أشرف حكيمي قد أفلت من إصابة خطيرة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مطارده المباشر لانسا مساء يوم السبت لحساب الجولة 31 من الدوري الفرنسي الليك أنا. خرجت عارضة الأزياء التونسية هبة عبوك عن صمتها بعد الضجة التي أثارها خبر نقل لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لممتلكته باسم والدته، وتقاسمت هبة عبوك مع متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام تدوينة مطولة جاء فيها: تذكر، لا يمكنك التحكم بكل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية التعامل معه. تخلص من الحاجة إلى الكمال، احتضن جمال اللحظة الحالية، وثق بذلك الكون يساندك. وكانت قد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية أن هبة عبوك تعرضت لانتكاسة غير متوقعة في طلاقها من أشرف حكيمي الذي وصفته بأشهر انفصال لهذا العام،
مشيرة إلى أن الطليقة لن تحصل على جزء من ثروة طليقها. وأبرز ذات المصدر أنه رغم أن حكيمي هو أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إلا أن أيا من هذه الثروة لم يسجل باسمه، إذ إن المستفيد من راتبه وميراثه ليس أكثر ولا أقل من والدته. وأكدت الصحيفة الرياضية أنه منذ سنوات عدة تتوصل والدة حكيمي براتبه عوضا عنه، ما يعني أكثر من 1,000,000 يورو يتلقاها الدولي المغربي شهريا من الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، تذهب مباشرة إلى الحساب المصرفي لوالدتها. ورغم أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، إلا أنه من المعروف أيضا أن عبوك ليست في وضع تحتاج إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من العيش، لأنها شخصية معروفة أيضا، تورد صحيفة مارك. كشفت مصادر مطلعة أن فيتو قوية رفعته الأمانة العامة للحكومة تجاه مشروع القانون الجنائي الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما أدخل تعديلات على النسخة التي وضعها الوزير الأسبق مصطفى الرميد في 2016. وكشفت يومية الأخبار أن المستشار القانوني للحكومة ليس متحمسا لعدد من القواعد القانونية الواردة في المشروع، مما جعل وهبي يمارس ضغوطات حكومية وإعلامية لإخراج مشروعه من البلوكاج. وأوردت المصادر نفسها أن تلميحات وزير العدل بإمكانية عدم خروج مشروع القانون الجنائي إلى حيز النفاذ خلال لقائه بالمكتبة الوطنية الثلاثاء الماضي هو رسالة موجهة إلى الذين يعارضون مشروع وهبي ويتخوفون من تداعياته الاجتماعية والسياسية. وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في وقت سابق قرب انتهاء الحكومة من إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي، وقال وهبي: أعدت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون الجنائي وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، نحن الآن في انتظار التواصل بآراء بعض القطاعات الأخرى قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليها. وشدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: البعض يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لقول أي شيء. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. We'll be right back.